وللحديث عن تأثر إيران بالعقوبات ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي. سيد محمد، مرحبا بكم. هناك أنباء تتحدث عن فرض أوروبا عقوبات على الاستخبارات الإيرانية بعد تخطيطها لاغتيال معارضين. سيد محمد، هل العقوبات الأمريكية السابقة أثرت فعلا على النظام الإيراني، خاصة إذا ما علمنا أن دولا لا سيما الصين ما تزال تتعامل مع إيران؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا الاقتصاد الإيراني تأثر بشكل كبير من العقوبات الأمريكية خلال هذه الفترة الوجيزة منذ آيار مايو الماضي حتى الآن، حيث تهاوى سعر العملة، قيمة العملة الإيرانية كما جاء بالتقرير بنسبة أكثر من 60%، وهو في الواقع أكثر من 60%. يعني مطلع عام 2018 كان سعر صرف الدولار 42 ألف ريال إيراني، واليوم سعر صرف الدولار وصل إلى ما يقارب 120 ألف ريال إيراني، أيضا أكثر من 3 أضعاف أو ما يقارب 3 أضعاف خلال أقل من عام. والأمور تزداد سوءا، خاصة نظرا للميزانية الجديدة التي مررها التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان الإيراني، وفيها نسبة كبيرة من التقشف والضغط الكبير على الأسر الإيرانية. أما بالنسبة للعقوبات الأوروبية والاغتيالات، قبل ساعات قليلة، قبل ما يقارب 6 ساعات، وزارة الداخلية الهولندية أعلنت رسميا مسؤولية إيران عن اغتيال الشهيد أحمد مولى النيسيز، رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز على أراضيها عام 2017. نعم. واتهمت مباشرة رسميا بشكل رسمي لأول مرة هولندا تتهم إيران في هذا الاغتيال، واغتيال آخر لمعارض آخر من جماعة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية. وهذه العقوبات أيضا ستؤثر سلبا على إيران، أي العقوبات الأوروبية. ولكن سيد محمد، آسف للمقاطعة، ولكن الموقف الأوروبي كان معارضا للعقوبات الأمريكية على طهران، تعتقد أن الأمور الآن ستختلف بعد هذه العقوبات؟ ستختلف، نعم، لأنه أوروبا هي الداعم الرئيسي للنظام الإيراني في النظام الدولي، وتحديدا ألمانيا. يعني إذا نريد أن نحدد، ألمانيا هي الداعم الرئيسي لإيران، ومن مع ألمانيا. والآن ألمانيا والاتحاد الأوروبي تفرضان عقوبات على إيران، هذا سيفتح المجال للدول الأخرى التي تعارض النظام الإيراني، منها الولايات المتحدة، لتذهب أبعد من ذلك. يعني تأثير هذه العقوبات هو تأثير نفسي، أو خلنا نقول تأثير، أو يفسح المجال للمزيد من العقوبات من قبل جهات أخرى، وحتى ممكن من قبل المنظمات الدولية، لأنه الأوروبيون هم الآن يعارضون العقوبات الأممية على إيران، وممكن أن يتم تبني مشروع قرار أممي أيضا ضد إيران. هذه النقطة تتعلق بهذا الجانب وليس صرفا، يعني لا يمكن أن نقتصر الأمور على الجانب الاقتصادي. أما الجانب الآخر في هذه العقوبات هو التصدير، يعني الاتحاد الأوروبي يبصم ويؤيد ويؤكد ما ذهبت إليه الإدارة الأمريكية، بأن إيران هي الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم. والآن أوروبا تعترف رسميا بأن النظام الإيراني يقوم بعمليات إرهابية على أراضيها. يعني لا يمكن أن نقتصر نصف هذه العمليات التي تجري على الأراضي الأوروبية بأنها اغتيالات صرفا، هذه عمليات إرهابية وإرهاب رسمي حكومي مدعوم من قبل حكومة. يعني إذا قلنا على سبيل المثال عصابة القاعدة أو داعش أو غيرها، نقول هذه عصابات خارجة عن الدول وخارجة عن القانون، لكن النظام الإيراني هو كعصابة يقوم باغتيالات على الأراضي الأوروبية، وأوروبا تعترف بذلك رسميا. وهذا أيضا سيؤثر على قرارات أخرى في مجاميع أخرى أممية. طيب وغيره. سيد محمد، على ذكر التأثير، يعني محافظ البنك المركزي الإيراني همتي قدم مشروع لحذف 4 أصفار من العملة الإيرانية، تعتقد أن هذا الإجراء سيخفف من وطأة هبوط العملة الإيرانية مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار واليورو؟ يعني إيران تحاول أن تظهر بأن الفجوة بين قيمة العملة الإيرانية وقيمة العملات الصعبة والأجنبية الأخرى قليلة من خلال حذف هذه الأصفار الـ4.
لكن القيمة هي تبقى متدنية، لأن هناك إشكاليات بنيوية في الاقتصاد الإيراني، وأيضا الفساد المتجذر في النظام الإيراني. يعني هناك جزء كبير من الميزانية الإيرانية تذهب إلى فساد مسؤولي وأفراد أسر مسؤولي النظام الإيراني. إيران تستودع الأموال الحكومية وأموال العامة في حسابات شخصية تابعة لأفراد أسرة النظام، وهذا ما زاد من نسبة الفساد إلى نسب كبيرة، حيث إيران حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية هي ضمن الدول الثلاثة الأكثر فسادا في العالم بعد العراق أظن وأفغانستان، كما جاء في تقرير المنظمة الدولية. طيب سيد محمد، العقوبات يعني خاصة هناك دول قد فرضت عليها عقوبات، العقوبات بطبيعة الحال تؤثر على المواطن ولكن لا تؤثر على النظام، كيف يمكن استثمار ذلك في يعني في هياج الرأي العام الإيراني؟ نعم، الاحتجاجات في إيران أصلا مستمرة منذ ما لا يقل عن عامين، الاحتجاجات العمالية والاحتجاجات الأصناف الأخرى التي تطالب بزيادة الرواتب بنسبة زيادة التضخم والارتفاع الأسعار. والآن هذه الحالة التي يعاني منها والأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني يضاف عليها العقوبات الأمريكية المشددة التي ستزداد شدة بعد نيسان أبريل القادم، إنهاء فترة الإعفاءات الأمريكية. وحتى الآن التي إيران تعتمد أصلاً 90% على الإيرادات النفطية، صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى مستوى 60% مقارنة مع قبل فترة العقوبات الأمريكية، أي شهر 5 الماضي العام الماضي. وأيضاً النقطة الأخرى هو انخفاض أسعار النفط إلى مستوى النصف أو ما يقارب النصف، 50 دولار لكل برميل، وإيران كانت تبيع النفط 80 دولارا لكل برميل، وهذا يعني أنه نسبة إيرادات النفطية الإيرانية انخفضت أكثر من 60%، ممكن ما يقارب 80% الإيرادات النفطية الإيرانية انخفضت. من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم.